السلام عليكم متابعين موقع طنجاي. اليوم نقول لكم عيد مبارك سعيد، وغنقول لكم كنتواجدوا في الحدادين وغادي نشوف الاجواء هنايا. التشويط الدريوس، اجي معايا شوفوا التشويط الدريوس. واش نعرفوا واحد الحاجه، الريوس فيهم تماره اللي يعرف حق ديالو ما عليهش يشوط. راه تما راه البوف ديالك كيبغي يخرج. المشكل دابا هما شارين حوالي 6000 درهم، كيقول لك الراس 40 درهم. دابا هما ما كيشوفوش هادشي التماره اللي هنايا كيضربوها الدراري، فهمت؟ غادي يقول له يا خو سهله وديك الشيء هذاك، ويجي مثلا يوقف هنا هو غير ساعد المكان. سعد المكانه، سعد المكانه يطيب هو الحوايج ديالو. كاينه بزاف ديال الناس ما عيدوش الصراحه الله، يعني ما لقاش شي ديك العيد بحال الاعياد اللي كنا كنزوروا. 5000 درهم ما تجيب لك شي الحولي. خصو هذا المشكل اللي تحل حدو في 2024 ابتداء من 2025 يكون ان شاء الله. الحولي ب 1000 درهم. الدرويش ديالنا يجي مرحبا به باش ما عطى الله، المهم قطعوا لي بشي فرحان. انا نهار واحد كنصبروا مع بعض تيسنا انا يا خاي براه. شاتم حنا كنشوطو الريس ما كنشوطوش بنات، كلشي كنشوطهم وكنحكم بالزز مني. كنقطعوهم عرفتي علاش؟ حس لقمه العيش صعيبه ولا هذا الوقت، حاولي ما كنشريوهاش والريس الناس كنحكوهم. الحمد لله واخا ما معايدينش الحمد لله كنحكو الريس ديال الناس كنقطعوهم بحال اللي معايد. خاي جهاد تبارك الله. السلام عليكم خاي خايب الله. الدراري قايمه بالواجب تبارك الله. خايب الله كما العاده، خايب الله حنا كل عام خايب الله ماشي اليوم. غنقول لك كيفاش كتكون الاجواء هنايا في الحدادي؟ واش غنقول لك خايب الله هذا العام هذا مبدل على العوام كامل بزاف، ماشي بزاف بزاف. شنو مبدل فيها خاي جهاد؟ واش غنقول لك خايب الله، تنا كتشوف كلشي بغير تعاينك، نحاول قليل الناس مساكن ما عايدوش يا خا. وحنا كل عام هنايا انا وخدمت 3 ايام ديال العيد، ولكن دابا صافي باش نادو ديالك وتمشي بحال انت شي ديالنا. ما سبحان الله العظيم بحال نقول لك الريوس قلالو ماشي بحال يقولوا كنعرفوا شحال ضروري. اخي ابراهيم راه الحسن اللي عندنا خويا راه الدرويش ما عيطش. اخي ابراهيم راه تين ولا 30 السوق، شوف شي دايره في السوق اخي ابراهيم. بنادم 2000 درهم ما عيطش، الناس شراو الحماد والناس البركه دائما حاضره. يعني الانسان دابا هي كيديباني مرة برافو. كاين الناس راس المهم اللي عنده شراو اللي ما عندوش الله احسن العام. مهم بركة حاضرة، الإنسان ما يمشيش بلاش يا خاي إبراهيم. بارك الله عليك أخاي جيا. سلام عليكم. غنقول لك كيفاش دوزتي هذا النهار ديالك؟ هذا النهار داز رائع الحمد لله، الناس هما عيدوا، دازت ديك بالبالة ديال الغلا وكذا وهذه، الحمد لله الأمور هي مزيانة. دابا نشوفوا من بعد شنو واقع مور هذا العيد. إيوا دابا مور غنشوفوا شنو غيوقع، شنو هاي طلعت هي وداز حب بورصة. ولكن غنقول لك هذا الجودة ديال العيد كيفاش عشتها؟ واش بحال الأعوام اللي فاتوا ولا هذا العام بدل؟ تقريبا بحال الأعوام اللي فاتوا، ما كاينش شي فرق بزاف. المشكل الواحد هو الغلاء الأسعار. الغلاء. أما الأجواء ديال العيد أنت كتشوف بعينك طنجة. غادي خصهم يعملوا إعادة النظر فيها باش السوق. خصو هذا المشكل اللي تحل حدو في 2024 ابتداء من 2025 يكون ان شاء الله. الحولي ب 1000 درهم. من حقك نمشي. ما طلبتي على الواحد على قد جهد ديالو، 1000 درهم يشري و1500 درهم يشري. ضروري. شي عيد ان شاء الله. ايوا وكنتمناو ان شاء الله المتابعين ديال هذه القناه هذه عاشوا مبروكه، عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه وكل متمنيات ان شاء الله. تبارك الله عليك. الله يعافيك. شكرا بزاف. الله يجازيك. تبارك الله على الدراري ديالنا. الله يبارك فيك. الله يرحم والديك. كيفاش كدوز النهار في الحداد؟ والله الا النهار كيدوز مزيان. سير صحاب مار سيدي قبل العيد. والله الا صحاب مار تبارك الله، انا كنعيش الاجواء ديال العيد فهمت. دابا نحاول من فوقي ما بقاتش ديك الحلاوه ديال العيد، ولات نهار كجبار النص. دابا اغلبيه النص ما معيش، ما بقاتش ديك الحلاوه ديال هنايا في حدادين. تبارك الله كجبار الدراري مجموعين جميع طنجه كامله كتجبرها هنايا. على كامله كتعيش ديك الاجواء ديال العيد. تحيه للدراوش، تحيه للدراوش، اجواء مزيانه. تحيه للدراوش. صباح كتكون بسال لايف هنايا فهمتي، كيدوز ديك النهار ديال العيد حلو والله. فوقاش جيتي اليوم؟ اليوم جيت في 6 الصباح يعني. كتجيك تبر بلاصتك تعمر المانا كنقطع الريوس كذا، كندوز النهار مزيان. كتشوف اخوة ديالي تمارة وكذا. تحيه للدراوش على شي ورات شي ورات ديال الكلمه. كنبغي نحيي الجمهور دبوكا دبوكا جونيور، وتحيه لاتحاد طنجه. وتبارك الله الاجواء كتكون جد رائعه، داكشي واعر مستوى مع الدراري كتفرق الاجواء معاهم. والله داكشي اللي كيتسنى والله النهار كتسناوه فارغ الصبر فهمتي. العيد سنين وياك جي العيد كنعيش الاجواء. ما كرهناش الدراويش كاملين يعيدوا الله العظيم. خاو ديالي تبارك الله عليك. الله يرحم الوالدين اخي الله يعافيك. شنو تقول الاخوان ديالنا اللي كيتفرجوا فينا؟ اللي كيتفرجوا فينا عواشر مبروكه، تدخل على المسلمين بالصحه والسلامه ان شاء الله. واخا العيد كان مزير قاصح بالنسبه للاسمنه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي. كاينه بزاف ديال الناس ما عيدوش الصراحه الله، يعني ما لقاش شي ديك العيد بحال الاعياد اللي كنا كنزوروا. 5000 درهم ما تجيب لك شي الحولي.
بزاف اخي الصراحه والله العظيم الله يحسن العون الجامعه. عدد الاعياد هذو اللي دابا جاو ماشي بحال الاعياد اللي فاتوا، شنو اللي جاك كتبدل فيهم؟ بالنسبه للغله، الغله بزاف، الغله هذا هو الموضوع اللي مهم. الدرويش في التيم ديالو 2000 درهم كتجبر يا اخر الله يحسن العون خدام معي في السباك شحال كيتسير؟ 3000 درهم 2500 درهم 2000 درهم عيطلع السوق ما عاد تجيب له والو، تشدي ما عاد تجيبولوش. الله يحسن العون الجامع والسلام، كنتمنوا الدولة تشوفنا شي حال من هادشي. تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. غنقول لك يدوز لك العيد بلا ما تشوطر يوسف. لا والو ما نقدرش. صافي ديك اللعبة امبوسيبل. يا دي امبوسيبل فهمتي. ضروري تشوطر. ضروري. شي حاجة جارية في الكيب ديالنا. بحال يا خويا بلي في الصيادة مثلا يقدر يقطع الصيادة. ما يقدرش هذاك حنا بلية ديالنا. حنا ضروري ندير له الطعم. يعني الحلاوه ديالها بيا الحلاوه ديالها دراري الحمد لله يلا كتدبر على راسها اللي عنده شي وليدات تاعو كيقول الاجواء دابا الصباح هذا فوق جيتو انا جيت نقول لك صلاه اي صليت الاثنين 7:30 الصباح كنت هنايا صليت 7:30 كنت هنايا يلا جينا كانت الدنيا خاويه يلا بدا مع ديك 9 و8 عاد دخل وهذا نقول لك واش هذا العام هذا بحال الاعوام اللي فاتوا يعني من ناحيه الريوس واش ماشي هذا العام هذا شويه لا عني فيه يعني ما كاينش ليك القيمه العام اللي فات خيبران كتكون الدعوانيه ولا يا دراوش هذا العام شراوش انا كنت في السوق شفتي بيدك اللي كاين كامل بنادم الخاوه ديالي فهمتيني يلا كرا يلا داو يلا دابا المشكله ديالهم هي ديك موالين البلاصه اللي كيبيعوا اللحم مي سمعوا دراوش اللحم الحاولي طالع عليهم زادوا عليهم الثمن شنو تيح الثمن زادوا الثمن هما زادوا الثمن يا خي ابراهيم شنو يخص فهمتيني المغاربه كامل اللي العيد اللي ماشي تيسالموا عليه فلتي من السوق ديال الحاولي تحتي في السوق ديال الجزاره فاهم البلاصه حاصل حاصل يا خصهم اخي خصهم اخي ابراهيم المغاربه كاملين العيد اللي ماشي حتى واحد ما يعيد حتى واحد ما يعيد باش يربيهم العام اللي ماشي حتى واحد ما يعيد صافي مالك يقول انا كنتسناوها يجي بدقائق فهمتيني الخا لا لا بنادم كيقطع ويتعاون الثمن عاود معوض اللي عنده كاتكات يطول يعيط هذا ما كان الدرويش ديالنا يجي مرحبا به باش ما عطى الله المهم قطعوا لي مشي فرحان انا قلت لك اللي كاين واللي عنده كاتكات طول يعيط هذا الراس هذا هذا الراس هذا هذا الخاوة الخاوة ديالك باش كدوز النهار ديالك كندوزو مزيان بخير والو فياك 5-5 كنعيش النهار اوروبي كنعيش الخاوه قاوري في دماغي عايش في طنخير عايش في اسبانيا سانتا عايش بخير مضخم الخاوه طنجه والله يعمرها سلعه كلشي الله يعمرها سلعه الخاوه عمرنا بدنا بالجه تحيه خاصه من طنجه حتى للقويره ومن لي ستريت شو ديال سبته حتى القبويه والله صلاح مساجم ساكن بومراني الملك تفكرهم يتعامل معاهم اخويا عاش الملك ونصره الله وايده على هذا الشعب هذا هو اللي كيتعاون معاه وكيأيدهم ودائما معتز بالشعب ديالو والله ينصروا لينا ويخليه لينا المهم خوتي عشكم مبروكه تعاودوا ان شاء الله بالخير اللي عنده شي راس الحاولي مزيون مرحبا به عندنا خيط الجوي ديالي تهلا لي فراسك تشكروا بزاف انا شي واحد صحيحه انا غنسقسك غير من شحال من عام ونسينا هنايا هذا العام مش غنقول لك من 80 حنا ماشيين في هذا الميناء شو من 80 عاد حتى نجينا عندك يا انا الحومه من طافين كنا كنعملوا حتى كنا شباب وديك الشيء هذاك ملي كبرنا وكذا ومن مع المياه بدينا كنجيبوا العائله ديالنا ولادنا وداك الشيء هذاك الفاميليا وكنعملوا هذا الشيء هذاك كل موسم كنعملوا واش نعرفوا الحاجه الريوس فيهم تماره اللي يعرف حق ديالو ما عليهش هو راه تما راه بوف ديالك يبغي يخرج مع الحراره ما دابا انا عندي دابا انا راجل كبير طولت في هذا الميناء هذا راه الضمن ديالي كيبغي يخرج هنا مع العافيه هذه فهمتيني ماشي سهله اللي يقول له خويا غادي يقول له يا خويا سهله وداك الشيء هذاك ويجي مثلا يوقف هنا هو غير ساعد المكان سعد المكانه سعد المكانه يطيب هو الحوايج ديالو يولي مقدم فهمتي يا خاي ابراهيم والله العظيم يولي مقدم وكيف خايلي تبارك الله الله يرحم بابك اخويا الدراري ديالنا حاضر انا هضره هناك ضروري اخويا الله يرحم بابك تناولي الشباب العافيه اخويا لا كنتحرقوا معاهم هنا سمعتي واش كل عام ولا غير هذا العام هذا لا اخويا كل عام اخويا مع الدراري الحومه هيدا اخويا العيل كندوزو هاد الاجواء هيدا اخويا الدراري ديالنا اللي عندهم ريوس فين يجيو عندكم كنبغي نقول للاخوان ديالنا الكرام مرحبا بكم والثمن المناسب واللي ما عنده شي مرحبا واللي عنده مرحبا تبارك الله عليك اخويا بزاف تبارك الله عليك واش صابر العافيه هنا ضروري 8 الصباح هنا راسك هنايا تيتسالى ضروري تيتسالى نهار واحد كنصبروا مع بعض تيتسنى هنا يا خيبره
شاتم حنا كشوطور وسما كشوطوشي بنات. خاوه ديالي الغزال كيفاش عامل الاجواء في الحد ذاتي؟ اجواء اخاوه مزيونه اخاوه الصراحه، ولكن فهمت. وشنو هو البوست ديالك عاملين اللي كاينه؟ البوست ديالي اخاوه انا كنعدل الفراقاش كنكلف فراقاش اخاوه ديالي. فاي فراقاش؟ فراقاش. المشكل دابا هما الشاري نحاولوا في 6000 درهم كيقول لك الراس 40 درهم. دابا ما كيشوفوش هادشي التمره اللي هنايا كيضربوها الدراري فهمت، كيعرفوها الراس 40 درهم، ما كيعرفوش التمره اللي كنكوزوها دابا حنايا هنايا فهمت. واخا هذاك مع هذاك ما تعاونوا مع تعاونوا مع بنادم وصاد خي جاوه تبارك الله الاجواء كتبان من حد ذاتي. نواع اجواء انت هنا كتشوفها بيدك كل عام كتقول هيدا والله مالك الحمد، وهذا العام هذا الحمد لله ما كاينش شي خدمه بنادم كنص كبير في المغرب ولا في الدول العربيه كامله ما عايدت شي، والله اللي شاهد عليهم وما كاينش اجمل من شهاده الله. نقول لك واش في العيد تقدر تدوز النار ديالك وما تشوط الريوس ما تشوف الريوس؟ لا والو ما يمكنش، كنشوطهم وكنحكهم بالزز مني. قطعوهم عرفتي علاش؟ حس لقمه العيش صعيبه ولا هذا الوقت؟ حاولي ما كنشريوهاش والريوس الناس كنحكهم. واش كتحس براسك بعيدتي؟ كذلك وميس. الحق هذا العام هذا يكون ماشي بحال العوام اللي فاتوا، هذا العام هذا شنو فاهم بالذات؟ كل شيء هذه ميفتح عينيه مي بنت كنعرف الدنيا هي ما الشاويه كتسبد هي ما الشاويه كتكفس الله اعلم على سنوات زيان وهي كتخيب ما عرفتش علاش. ما حنا في هذه المحنه الله يشوف من حال الدرويش بحالنا، اما حنا عايشين في هذه الارض عايشين بالدرع الله مالك الحمد على كل حال. هذه الاخت عامله مولا وليدها مسكينه شبابيه بنت. كيف كدوز النهار ديالك مع هنايا مع الاخوان؟ الحمد لله واخا ما معايدينش الحمد لله كنحك الريوس ديال الناس كنقطعهم بحال اللي معايدين. الفرحه ديالنا هي المهم بحال اكثر من العائله هيداك كل شيء غالي نحاولي غالي الحمغاوي بعاش الملك وعاش السيده وعاش محمد سعيد. كما شفتوا الاخوان ديالي هذه كانت الاجواء في الحد ذاتي، وغادي نقول لكم نهاركم مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.